آمنة في منطقة الوسط باستفادة هذا الحفل الكريم الذي اقترن بالكبار خاصة نوم العصر، حيث قدموا ثغرات شبابهم في هذه الدنيا، فهم القضية والتاريخ والمستقبل. فكم هو جميل هذا اليوم الذي يعترف به العالم بيوم سمي بيوم المسن العالمي، ولكن الحديث وحده غير منصف لهذه الفئة، فلا بد من تقديم يد العون لهم قدر المستطاع، لأنه للأسف إن هذه الفئة أقل فئة يهتم بها المجتمع، رغم أنها أكثر فئة بحاجة للرعاية من قبل المؤسسات، خاصة من الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية. من هنا إننا في لجنة الأمومة الهامية في بيت عنان في منطقة الوسط تنتهز هذه الفرصة من ثم عاليا دور الهلال الأحمر الفلسطيني الذي شرع وبادر بالاهتمام في هذه الفئة، حيث يشعر الفرد في هذا السن بأن دوره قد انتهى، وأنه وحيد في هذه الفئة كان منهم الطبيب والوزير والمعلم والعالم والفلاح، فهم يشكلون التاريخ يستفيد منها أجيالنا القادمة. الحضور الأفاضل كيف لا، وقد أوصى الكتب السماوية لكبار السن لأنهم جزء من نسيج المجتمع، انتقدنا لهم المساعدة المعنوية والمادية التي تحافظ على حياتهم حتى يرحلوا بكرامة، وعلينا أن نخرجهم من عزلتهم التي ترهق جسدهم وأن نهتم بالنواحي النفسية والصحية لهم. إننا نعتبر هذا اليوم يوم الاحترام والتقدير والتكريم والوفاء، خاصة أنهم سبب وجود الأبناء، فالمسلم هو الأب والأم. فإن الدين الإسلامي جعل لكل دقيقة وفي كل يوم تقديرا واهتماما بالمسلم، لقول الله تعالى: وبالوالدين إحسانا. مرة أخرى